تعرفون معنى القهر؟ سأحدثكم عن معنى الألم، سأحدثكم عن معنى الوجع، سأحدثكم عن معنى القهر. معنى الوجع والألم والقهر أن تمسك أم سورية هربت من أن يغتصبها أحقر البشر، لتذهب لتشق بحرا طويلا من الظلمات لتحمل أبناءها وأصغرهم في ثديها، ثم بعدها عليها أن تضحي بولدين وأن تحمل ولدين، عليها أن ترمي بولدين في قاع البحر وأن تذهب إلى اليابس بولدين، لأنه ليس بإمكانها أن تحمل أربعة، ليس بإمكانها أن تحمل أربعة. انظر إلى هذا المشهد وتخيلها أمي أو أمك، هي بين خيارين، إما أن تموت بهم ومعهم وإما أن ترقد اثنين وتترك اثنين، وكان الخيار الثاني أن تضحي باثنين، أن تلقيهما بيديها إلى البحر، إلى الموت، إلى الغرق، إلى الألم. هذا معنى الوجع، هذا معنى القهر. معنى الوجع أن ترى من كانوا يحلمون بوطن، من كانوا يحلمون بشوارع دمشق، من كانوا يحلمون بأن يزهر الياسمين، لا يرون إلا البراميل المتفجرة، لا يرون إلا الأشلاء، لا يرون إلا الدماء، لا يرون إلا القتل. دمشق يا كنز أحلامي وعروبتي، أشكي العروبة أم أشكي لك العربة؟ دمشق يا كنزي، يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكي العروبة أم أشكي لك العربة؟ أدمت صياط الظلم ظهورهم، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فإن أسيافنا قد أصبحت خشبة، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فإن أسياف الخليج قد أصبحت خشبة. رأيتم صورة هزت كيانكم، هزت الأعماق، أدمت العيون والقلوب، حينما رأينا طفل في سن صغير كان تحلم أمه وأبيه أن يراه كبيرا، مهندسا، دكتورا، في درعا أو في دمشق أو في الشام، وإذا بالبحار تقذفه غريقا، تقذفه مقتولا. والعرب الذين يستعدون لاستضافة كأس العالم، معنى الوجع أن يصرخ طفل سوري على أمه التي أصلا قتلت بالبراميل المتفجرة ليقول لها يا أماه جوعان، في زمن تتناثر فيه المليارات، في زمن تتناثر فيه الأموال، في زمن يشترى لاعب كرة قدم بملايين الدولارات، وطفل سوري يصيح على أمه التي قتلت بالبراميل المتفجرة جوعان يا أماه، جوعان منذ يومين لم أكل. وآخر يموت على البحر وفي البحر وعلى شاطئ البحر، كأن لسان القائل يقول يا أيها البحر لا تبكي وتبكينا، يا أيها البحر لا تبكي وتبكينا، وابلع دموعك إن الدمع يؤذينا، متى ستعرف أن الموج موطننا؟ فليس من بلد في البر يؤوينا، يا أيها البحر لا تبكي على شعب أبكى الصخور ولم يبكي السلاطين، يا أيها البحر لا تبكي على شعب أبكى الصخور ولم يبكي السلاطين، كل البلاد بوجه الشام مقفلة إلا السماء أراها رحبت بهم، كل البلاد بوجه الشام مقفلة إلا السماء أراها رحبت بهم. يا
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أين الجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم يشتكي هذا العضو فتتداعى أوروبا بالسهر والحمى، يشتكي عضو من بلاد المسلمين فتتداعى ألمانيا بالسهر والحمى. يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ أعقمت نساء المسلمين أن تلد مثل صلاح؟ أعقمت نساء المسلمين أن تلد مثل عمر؟ لما غضب معاوية فتح القسطنطينية، لما غضب محمد الفاتح فتح القسطنطينية، ولما غضب صلاح الدين أقسم ألا يبتسم حتى تعود فلسطين، أقسم ألا يبتسم حتى تعود فلسطين. ولما غضب المعتصم بالله حرر عمورية أعظم معاقل البيزنطيين. واليوم لما رأوا أشلاء الشام، لما رأوا أطفال الشام يغرقون في عمر الزهور، أعظم ما صنعه العرب أنهم غيروا صورهم على المواقع الاجتماعية، أنهم نددوا، أنهم استنكروا. لسان حال الشاعر وهو يخاطب ذلك الطفل الصغير: نم مطمئنا يا صغيري، نم مطمئنا يا صغيري، واشهد على موت الضمير. كالبحر أنت فليس يحتضن الكبير سوى الكبير، كالبحر أنت فليس يحتضن الكبير سوى الكبير. يموت الصغار ليحيى الدكتاتور، تموت الأحلام ليحيى الدكتاتور، تقتل الأمنيات ليحيى الدكتاتور، تقطع الأشلاء ليحيى الدكتاتور. لا تطلب الفرس والأسراك والعرب، واهرب إلى الله حاز الخلد من هرب. لست أنت الغريق هم الغرقى بخيبتهم، لست أنت الغريق هم الغرقى بخيبتهم، على المجد على العرب صلى المجد وانتحب. آه والله، على العرب صلى المجد وانتحب. فنحن والله ليس وحدهم هم من يغرقون، ليس وحدهم هم من يغرقون، نحن والله نغرق في اليوم 1000 مرة ألما ووجعا وقهرا. ماذا لو تخيلت للحظة أن الذي رمي على شاطئ البحر ويحمل ويلبس أجمل الثياب قد رتبت له أمه ثياب نظيفة، فهو سيسافر ويهاجر إلى بلد أوروبي فيجهزته بأجمل الثياب، وإذا بالعرب وبالخليج وبالمسلمين الذين لا تتسع أموالهم أن يستقبلوهم، لا يتسع بترولهم، لا تتسع مساحاتهم ولا ملياراتهم. ماذا لو كان يهوديا أو أجنبيا؟ والله لقامت الدنيا ولم تقعد، كل أساليب الموت لم تجرب إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في أهل الشام. قتلوهم بالبراميل المتفجرة، قتلوهم ودفنوهم تحت التراب هم أحياء، حرقوهم وهم أحياء، بالغرق أغرقوهم. كل أساليب الموت لا تأتي إلا ضدنا. قالها تميم: أتراها ضاقت علينا وحدنا؟ أتراها ضاقت علينا وحدنا؟ لكن أبشركم وأختم، ستعود الشام منارة للمسلمين، لأنه لن ينزل عيسى بن مريم إلا في الشام، إلا عند المنارة الشرقية، وهناك سيعود المسلمون مرة أخرى. ستبكي الشام ثم تبكي ثم تبكي ثم تشرق شمس الإسلام وتفرح وتفرح وتفحى وتفرح، ثم بعد ذلك سيزدهر الياسمين بإذن الله عز وجل. اللهم أرنا في بشار يوما أسودا، اللهم أرنا في بشار يوما أسودا، عاجلا غير آجلا. اللهم من أراد بأهل الشام خيرا فخذ بيده، ومن أراد بهم سوءا فشد أركانه،
فشل أركانه، فشل أركانه يا رب العالمين. هم ضعفاء فقوهم، هم جوعى فأطعمهم، هم عراة فاكسهم، هم ضعفاء فعجل بنصرهم يا رب. اللهم لقيا في أرض الشام معززة مكرمة، اللهم أعد من هاجر منها إليها، اللهم أعد من هاجر إليها منها إليها معززا مكرما يا رب العالمين.